متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية والأسبوعية لهذا الأسبوع. يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة في العاصمة الرياض، وتسجل تقريبا حوالي 26 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب والغيوم. يأتي ذلك في وسط تأثر المملكة بهذا الارتفاع على درجات الحرارة. يتوقع أن تسود أجواء مستقرة في كافة ومعظم مناطق المملكة لنهار هذا اليوم. لنتعرف سويا على درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى في مدن ومحافظات المملكة. سكاكة 18-8، عرعر 16-5، تبوك 18-6 درجات مئوية. المناطق الغربية: مكة المكرمة 30-16، الطائف 22-11، جدة 29-19، وفي المدينة المنورة 27-12 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية الغربية: 21-9 في أبها، الباحة 18-10، وفي جازان من 29-25 درجة مئوية. أما في الإحساء شرقا فتكون تقريبا 30-15، الدمام 27-15، وفي حفر باطن من 22-10 درجات مئوية. وختاما في المناطق الوسطى، في العاصمة الرياض 26 درجة مئوية في ساعات النهار. يميل الطقس حقيقة في ساعات النهار إلى الحرارة في بعض المناطق، وليلا 13 درجة مئوية، في بريدة 21-8، أما في حائل من 17-7 درجات مئوية. لنتعرف سويا على أحوال الطقس المتوقعة لهذا الأسبوع، الأسبوع الثالث من شهر يناير كانون الثاني، والذي يتوقع أن يتميز بتذبذبات كبيرة في درجات الحرارة وموجة برد قوية. الأقوى لهذا الفصل، فصل الشتاء الحالي، على المملكة تهوي بدرجات حرارة لمدون الصفر المئوي في العديد من المناطق. نبدأ بتوقعات الأحوال الجوية لنهار يوم الاثنين. المتوقع أن يشهد أجواء مستقرة في كافة المناطق مع درجات حرارة مرتفعة وأعلى من معدلاتها المعتادة، تصل إلى 27 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 16 درجة مئوية في المناطق الشمالية سواء في الحدود الشمالية أو في تبوك، بينما تكون 30 درجة مئوية في جدة و21 درجة مئوية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية و26 درجة مئوية في المناطق الشرقية من المملكة. ليوم الثلاثاء يتوقع استمرار الأجواء المشمسة المستقرة، لكن مع تراجع متوقع في درجات الحرارة. مثلا تسجل في العاصمة الرياض 23 درجة مئوية، 29 مثلا في جدة، تبقى على ما هي عليه الحال فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، 24 درجة مئوية في المناطق الشرقية، 16 درجة مئوية في المناطق الشمالية الشرقية من المملكة، و17 درجة مئوية في المناطق الشمالية الغربية من المملكة، و17 درجة مئوية في المناطق الشمالية من المملكة. انتقالا إلى يوم الأربعاء، ترتفع درجات الحرارة في بعض الأنحاء كما نلاحظ، تصل إلى 27 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 24 درجة مئوية في المناطق الشرقية، 20 درجة مئوية في المناطق الجنوبية الغربية، 28 درجة مئوية في جدة، 12 درجة مئوية في المناطق الشمالية من المملكة، و14 درجة مئوية في الحدود الشمالية. إجمالا اعتبارا من ساعات ما بعد مساء يوم الأربعاء، تبدأ المملكة بالتأثر بموجة باردة قد يتقدمها موجة من الغبار الكثيف المتقدم من المناطق الشمالية، مع درجات حرارة ستنخفض بشكل لافت. فمثلا كما نلاحظ المناطق الشمالية تصل إلى درجتين مئويتين بمشيئة الله تعالى. يبدأ التأثير الفعلي لهذه الموجة الباردة يوم الخميس، حيث يطرأ انخفاض ملموس ولافت على درجات الحرارة في أغلب المناطق الوسطى الشمالية الشرقية وبعض الأجزاء الجنوبية الشرقية والغربية، في حين ترتفع درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من المملكة. تسجل درجات حرارة قيما متدنية للغاية في ساعات ليلة الخميس على الجمعة. فمثلا المناطق الشمالية تصل في الحدود الشمالية إلى 4 درجات مئوية تحت الصفر ليلة الخميس على الجمعة، درجتين مئويتين في تبوك، 4 درجات مئوية في نفس مدينة الرياض في ساعات الليل، تكون 9 درجات مئوية في المناطق الجنوبية الغربية و7 درجات مئوية في المناطق الشرقية. إذن طقس بارد متوقع بشكل كبير، أجواء قارصة البرودة في ليلة الخميس على الجمعة، مع توقعات بتشكل الصقيع في أجزاء مختلفة من المملكة. أما في ساعات النهار، نهار يوم الخميس، تكون 18 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 21 درجة مئوية في الدمام والمناطق الشرقية، 11 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 13 في تبوك، ترتفع في جدة إلى 34 درجة مئوية، وتكون 21 درجة مئوية في المناطق الجنوبية الغربية. تنشط سرعة الرياح في هذا اليوم وتثير بعض الأتربة والرمال وبعض الموجات الغبارية خاصة في مقدمة الهواء البارد. نختم هذا الأسبوع بيوم الجمعة، المتوقع أن يطرأ به المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة، تسجل قيما منخفضة للغاية وسط أجواء باردة للغاية في ساعات النهار، قارصة البرودة في ساعات الليل، تكون من 9 إلى ناقص 3 في الشمال، 14 إلى 2 في تبوك، 14 إلى 2 أيضا في الرياض. هناك توقعات بأن تلامس درجات الحرارة في العاصمة الرياض قيما متدنية، ويتشكل الصقيع في أجزاء واسعة من المملكة، 16-7 في المناطق الجنوبية الشرقية، و21 درجة مئوية إلى 8 درجات في المناطق الجنوبية الغربية، في حين تكون
تكون أجواء مغبرة بعض الشيء بسبب هبوب رياح شرقية باتجاه جدة مع ارتفاع متوقع في تلك المنطقة على درجات الحرارة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن توقعات الأحوال الجوية لهذا الأسبوع، المتوقع أن يجلب معه تذبذبات كما ذكرنا في درجات الحرارة، لكنه ينتهي بموجة برد تعتبر الأقوى لهذا الموسم. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد وأسبوع خير أينما كنتم. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.